مشاهدينا كما عودناكم كل يوم خميس طبعا نتكلم عن تحديد الأماكن المناسبة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع عن طريق التعرف على حالة الطقس وذلك من خلال حديثنا الأسبوعي مع الأستاذ عيسى رمضان خبير الأرصاد الجوية. أبو أحمد صباحك الله بخير وحياك الله ويانا. يا أهلا فيك يسلمك. وين نروح؟ شنو توقعاتكم؟ والله عاد وين نروح؟ اليوم اطلع أي مكان تبي. ما شاء الله. يوم الخميس أجواءنا طيبة راح تكون أجواء يعني معتدلة بالنهار، خلال الليل شوية هواء راح يزيد، الهواء الكوس شمال كوس في منخفض راح يكون كوس أول الليل. بس قبل أكمل النشرة، كثير من الناس الآن نصيف ولا نشتي، داشين شهر 3 مارس، ومارس هي من الأشهر اللي فيه تقلبات سريعة بالطقس من ارتفاع الحرارة إلى انخفاض درجات الحرارة كذلك. يعني ليلنا راح يكون بارد شوي، بالنهار في اعتدال، فالواحد مثلا لازم يحط له دشاجيش صيفية ودشاجيش شتوية. وصدق يعني هالفترة هذه ويبين السنة مثل ما تشوف زحف الفصول اللي قاعد تصير عندنا، إلى الآن أجواءنا باردة. يعني أنا إلى الآن قاعد أبطل دفاية بالبيت صراحة، وهذا الشيء المستغرب. أحمد مو من صالحك أحمد. لا شو أبطل الدفاية، لأن المشكلة لنا فترة الأخيرة السيراميك استخدامه في البيوت. نعم. كذلك الرخام. نعم. هذه المشكلة. فالزل قبل كان يدفي البيت، والآن خاصة إذا كان مضرب شمال البيت مثلا، فالهواء البارد دائما يعني حتى لو عندك عازل وعازل إلا عوازل القوية اللي إحنا محتاجينها بالكويت. طيب هذا التباين اللي قاعد يصير في الجو، يعني نعم. بالنهار يكون الجو دافي إلى حار. نعم. بالليل لا قاعد يصير بارد. وأغلب الأحيان يكون كوس، يعني حتى مو شمال. صحيح. إلى متى سيستمر؟ راح يستمر تقريبا حتى نص مارس، يعني الأجواء راح تكون معقولة ومنخفضة، يعني فيها درجات الحرارة بالليل دون 30 راح نكون ل18 من شهر مارس، يعني دون 30 درجة مئوية، وهذا شيء زين. حلو. أحيانا تصير شنو فترات في شهر 3 تجي رياح يسمونها رياح السهيلي، اللي هي رياح جنوبية، فترتفع الحرارة ل40 درجة أحيانا. نعم. وخاصة في نهاية تقريبا شهر 3 لفترة السبق أو فترة السرايات، إذا دار الكوس مرة أحيانا اللي هو جنوبي، ما يدور كوس لا يدور جنوبي أو جنوبي غربي، السهيلي هذه رياح قوية حارة تكون ودافئة في فترات اللي هو الربيع. أحيانا يقول كل واحد خلاص بدينا الصيف، ولكن ترد مرة ثانية تنخفضها. فإحنا السنة هذه شهر مارس راح تكون أجواءنا نسبيا باردة بالليل، معتدلة بالنهار، خاصة في فترات الطقس المشمس أكيد الواحد يخفف اللي هو اللبس. الشيء اللي بيصير باكر عاد يعني وين بنروح؟ ليش عاد انا توني قاعد اقول حق رئيس التحرير علاء، قاعد اقول له باكر روح البحر والجو زين، هذه نصيحه مني لك، روح البحر ابو احمد امورك طيبه ان شاء الله. ناوي عليه اخذ الجو من ساعه يوم اسمعك تقول روح البحر، واحنا متوقعين العكس، متوقعين ان راح تنشط الرياح من الصبح تقريبا باكر، وتبدا اللي هو النشاط الاكبر راح يكون على الظهر على العصر باكر. فالاخوان اللي طالعين البحر خلوا بالكم باكر، يعني انا احبذ لا تطلعون البحر بسبب اللي هو التغير السريع والسرعه الكبيره اللي راح تكون في الرياح، اللي هي تزيد عن 40 الى 50 55 كيلو سرعه الرياح حباتها سواء في البر او في البحر. اذا تذكر قبل فتره اسبوعين كذي نفس العمليه صار، وحذرنا ونبهنا الناس، كذلك احنا ننبه اليوم عبر البرنامج صباح الخير، خلوا بالكم باكر اذا بتطلعون البر او شيء نفس العمليه، الهواء نشط. وبعدين اللي بيصير كذلك والعلم عند الله الغبار، مشكلة الغبار اللي فترة نشاط الرياح ده صار فترة الظهيرة، بالرغم من وجود قطاع نباتي لا بأس فيه، لأن في مناطق كثيرة اللي عليها الدوس قاعد تسبب من الغبار، وهذا راح يصير باكر تنخفض الرؤية تقريبا إلى الليل، وهذا الغبار راح يتحرك إلى أن يصل إلى عمان يوم السبت. يعني شوف السرعة اللي فيها في المنطقة الشرقية، أخواننا كذلك في البحرين قطر إلى الإمارات وعمان راح تتأثر بحركة، وجنوب العراق هذه كلها مناطق راح تتأثر. احنا في برنامج العالم هذا الصباح أبو أحمد يمكن في عندنا يعني ما أدري هو الحين احنا اعتقد انا اعتقد ان برد العيوز المفروض. برد العيوز حلو ذكرت برد العيوز المفروض صح؟ المفروض، وهذه راح يصير نفس الشيء، انخفاض بالحرارة بعدها، عشان هالشيء هذا هي جت ملائمة ان احنا في ايام العيوز اللي هو بعد 26 الى فترة اللي يسمونها
باع الخبل عباءه يعني حتى مسمياتنا ما شاء الله. احنا مسمياتنا واحده بواحده ما عندنا. هذا قاعد ادوره قاعد اقول يعني احنا برد العيوز ولا بيع الخبل عباءه مع تغير الاجواء بشكل عام في العالم. وهذا اللي راح يصير. برد العيوز ترى مرتبط مع المرتفعات اللي تاتي في فتره اخر شهر فبراير. احيانا الناس تعتقد انه بدا الربيع بدا هذا وخلنا نغير ملابسنا وتيها الهبات هذه. مسميات سموها الآباء والأجداد فترة التقاليد اللي كانت زين برد العيوز على مثل ما قلت الأسبوع اللي فات إن على المسمى العجوز اللي طلعت إلى البر وجزت صوفة غنمها كذا. هذه كلها روايات وقصص. باع الخبل عباته هي فترتي في شهر مارس بعد 4 أو 5 مارس نفس الشيء تجي مرتفعات ثانية هم تنزل درجات الحرارة. فاللي كان بايع كوته أو بايع بشته أو بايع انزين تجي الهبة هذه تحسف. ترى قبل يعني اختلف الوضع الآن عنده 1000 لبس وكذا ودشداشة قبل راح باع لبسه ومن هالشيء هذا سميت بهذه التسميات. بس احنا نقول يوم السبت اجواءنا راح تكون افضل ان شاء الله. هو شمالي غربي بس على الاقل الغبار يترسب في غبار شويه عالق يترسب. الاجواء تكون بارده بالليل اول الصبح قد تنزل الحراره الى مره اخرى دون اللي هو 7-8 درجات بالبر يوم السبت الفير. وباكر نفس الشيء يعني باكر ما نروح البحر السبت نروح البحر باكر السبت اذا تبي تطلع اطلع في فترة متأخرة لأن الشمال نعم. بسرعة يدوق لها ولكن شنو بعد عصر اللي ما في فترة طويلة يعني بعد العصر إلى تقريبا المساء ويوم الأحد تكون الأجواء كذلك أفضل إن شاء الله. يعني حتى الجو راح يكون بارد للأخوان اللي رايحين دواماتهم يوم والأطفال كذلك والطلبة أجواء راح تكون باردة يوم الأحد كذلك صباحا. الحرارة باكر راح تكون دون 20 درجة مئوية ما شاء الله فهم انخفاض كبير كأن الرد لفترة الطقس الشتوي بعض الشيء خاصة بالليل. ولكن مثل ما قلنا من بعد منتصف الأسبوع المقبل ترد الحرارة شوي بالنهار هم ترتفع خاصة مع الأجواء المشمسة وفي تقلبات سريعة هذا الشهر في تغيرات سريعة بالنسبة يعني الناس الحين لازم تأخذ الحيطة والحذر إن كانوا بر أو بحر أو بر يعني باكر خاصة ما ننصح فيه يعني حتى طلعة البر أو البحر بسبب اللي هو عدم استقرار الطقس. طبعا خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان شكرا جزيلا لك وبارك فيك وشرفنا في البرنامج على هذا الصباح. حياكم الله.